هلو، انا كان نعمل داو سلايم وباتي فيروتايبين او البيرلز دوبل فوم بيدز عندي بلو اخضر يلو داكتيب واحمر في الروزا ابيض واسود اسود بالبيرلز وابيض بالبيرلز عندي كل كلور عندك بالبيرلز عندي كل كلور بالبيرلز للتراويك داو وما باتي زي دولم تستعملهم بالك لي داو يجبدو هفنا يضاف جو وفيروس بيه هسا اللي تجربني الكتارين هو دا دانا يجلوين كرانشي سلايم اترم عندو الفوم بيدز ما تشتاق ترم اما فيرو كرانشي و داو يكتريتن بخوم لوك من اللي تشتري كم يباكلي ننتقو ومبيخلهم عندك داو كل ويهد يسوو 4 يورو كل كولور من داو وداو لستس برايس 4 يورو كل باش تكون طاف وانتي يوملوك جو كونتينرز بقال داو بالتابيات اسا نقرا دفايس فوقهم لي ما تساش تخليهم برا جفري ما تساش ينشفو في مع الجورناتا برس لي هاتلكم يسو كلي دا تستا تبني الفريد بيخ وينشف ينا نزخل هفن الفريد و اتا بوستا تستا تشتريخ يبعتولي من ريت ونبخولك دا ونستا نجيب هفن كتر كولوري من داو ام كل كولور كل كولور يك تريت 4 يورو وشاو نراك يكتب باكلي تشاو.